مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا إلى العدد 19 من الكلام من البرنامج الرياضي كلام في الرياضة. في هذا العدد 19 نتكلم عن أخلقة الرياضة الذي صار ضرورة وموجود في الخطاب السياسي الجديد لإعادة إصلاح المجال الرياضي. في المحور الأول نحلل ونناقش حال الواقع الذي طغى عليه الانحراف في أخلاقيات الرياضة والاحترام المتراجع على مختلف المستويات. في المحور الثاني ما هو العلاج والقرار لأخلاقة الرياضة والعودة إلى المسار الصحيح من حيث السلوك والتصرف. في المحور الثالث الكلام مخصص للملاكمة الجزائرية التي تألقت وتميزت بتأهل 7 ملاكمين جزائريين إلى الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020. تحرير النقاش لكل هذه المحاور مع السادة الضيوف الكرام، وأبدأ بالسيد نصر الدين قبريش وهو دكتور في علوم الرياضة وكذلك رئيس الجمعية الوطنية لمدربي كرة القدم المعتمدة حديثا ومؤخرا. أهلا وسهلا بك سيد نصر الدين. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. مرحبا. السيد علي بن موسى أستاذ في قانون الرياضة. السيد علي بن موسى أهلا وسهلا بك ومرحبا. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. شكرا جزيلا، مرحبا بك. إذن إلى جانب الزميل الصحفي عبد الغني العيب صحفي متخصص، أهلا وسهلا بك عبد الغني، مرحبا بك. مساء الخير جمال، تحية لكافة المشاهدين. طبعا بعد الجينجل نعود. دكتور مرحبا بك وأهلا وسهلا من جديد بكم جميعا بالضيوف وكذلك بالمشاهدين الكرام. عندنا محور خاص وهو الصاعد والنازل بالنسبة للأسبوع، خلال الأسبوع الأخير الشخصية أو الهيئة أو ربما الفريق أو شخصية رياضية، مدرب، قد تكون مجموعة من اللاعبين أو الرياضيين. ما رأيك؟ أختر بكل حرية وصدق وصراحة، لك كل حرية في الاختيار. من هو الصاعد النازل بالنسبة إليك؟ لا، بالنسبة للصاعد هو معروف يعني على مستوى النتائج الملاكمة، يعني خاصة في تحصلوا على نتائج جد إيجابية مؤخرا. بالنسبة للهبط يعني بصفة عامة المدربين في كرة القدم وكذلك الحركة الرياضية بصفة عامة وحتى اللجنة الأولمبية، يعني بعد الاستقالة تاع رئيس اللجنة الأولمبية تعتبر يعني هيئة رسمية ومعروفة، يعني تعتبر هابطة. شكرا السيد دكتور. أستاذ علي تفضل بالاختيار وأنت حر في الاختيار. الصاعد بالنسبة إلي الرياضة بالأخلاق، والنازل الرياضة بدون أخلاق. دخول في الموضوع مباشرة بكرة جميلة ورائعة. عبد الغني تفضل بالصاعد والنازل خلال الأسبوع. ربما نضيف إلى الملاكمة أيضا المبارزة بمنتخب شاب موجود في غانا، تحصل على 5 ميداليات ذهبية، يعني نتيجة جد إيجابية لهذه الرياضة، إضافة إلى البادمنتون اللي عاد أيضا من مصر بنتائج وحصيلة جد معتبرة. والنازل بتأكيد هو يعني استقالة 3 مدربين في يوم واحد في سابقة في الدوري الجزائري. تماما، يعني شيء رهيب، 3 مدربين في يوم واحد. يتعلق الأمر بكل من بلاد زير الذي استقال من تدريب اتحاد الجزائر، كذلك الحال بالنسبة للمدرب عز الدين أيد جودي الذي استقال من تدريب مصر حسين داي، ومعز بوعكاز الذي أقيل من تدريب فريق أهلي البرج في يوم واحد. سيكون أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الغني نعمان مستشار في الإدارة الرياضية من أجل المشاركة والتحليل لهذا الموضوع الخاص اليوم بأخلاقة الرياضة. سنبدأ مباشرة بعد الجينجل إذا سمحت يزيد. طبعا يوم أمس أوضح وزير الشباب والرياضة السيد خالدي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على أسئلة شفوية قائلا في المحور المطروح للنقاش اليوم، وقد تزامن ذلك هكذا بالصدفة مع هذا القول ومع هذه الإجابة على الأسئلة المطروحة، نستهدف أخلاقة فعل التسيير الرياضي والإداري من خلال اتخاذ تدابير تضمن الرقابة والشفافية والمساءلة والوقاية من العنف ومكافحته على مستوى المنشآت الرياضية في إطار تنفيذ مخطط عمل اللجنة الوطنية التي أنشئت لهذا الغرض خصيصا.
وقال أيضا ما نراه ونسمعه خطير جدا، في إشارة إلى الضجيج الذي يسود الحركة الرياضية في كل مكان. سأبدأ معك السيد نصر الدين قمريش، ما رأيك أولا كمدخل في هذا القول الخاص للسيد وزير الشباب والرياضة، تعليقك، وهل الموضوع مناسب ليطرح في للنقاش اليوم في هذا العدد؟ لا بالطبع، دوك في الوقت الحالي نقول الحمد لله أن يعني عضو الحكومة أخذ القرار وأخذ بزمام الأمور حتى تتغير شؤون الحركة الرياضية، وإنما الإشكال موجود منذ سنين. نعم، أمام البرلمان ويعني يكون تصريح كهذا معناه أن إعادة النظر في كل الهيئات الرياضية وحتى في المسيرين وحتى في كيفية التسيير تاع الحركة الرياضية. نعم، أنا بالنسبة لأخلاقة الرياضة وحركة ظاهرة العنف في الملاعب هذه معروفة منذ سنين، أكثر من 20 سنة وحنا نتكلم، والقوانين موجودة، القوانين موجودة تنتظر سوى التطبيق. يعني لازم تكون الدولة وعلى رأسها وزير الشباب تكون عندهم الجرأة للذهاب إلى الأمام، تطبيق القوانين، فتح الأبواب للكفاءات. سنأتي إلى ذلك، ولكن نتكلم عن الواقع اليوم. السيد نصر الدين كيف هو حاله؟ منحرف جدا بصراحة وبجرأة اليوم نطرح الإشكال للنقاش. البحث عن الأخلاق في الرياضة في الممارسة والمنافسة اليوم تقريبا غير موجود. لا بالطبع الحالة يعني مرزية على جميع المستويات، فيما يخص التسيير، فيما يخص اللعب النظيف، فيما يخص يعني تسيير تسيير الأموال العمومية، فيما يخص يعني المسيرين كرؤساء الاتحاديات أو رؤساء النوادي. نعم، فيما يخص ترقية الرياضة المستوى البسيط حتى المستوى العالي، يعني على جميع المستويات هناك مشاكل متعددة ومتنوعة. نعم، إذن هنا الفرق بين الماضي والآن أن الآن الدولة الجزائرية أخذت بزمام الأمور. نعم، حتى تتفق مع ما قاله رئيس الجمهورية في بداية الأمر. صحيح، أن يجب ترشيد النفقات، يجب أخذ بعين الاعتبار أن الوقت قد مضى والآن يجب علينا أن نأخذ بزمام الأمور حتى يتسنى للجزائر تكون في المراتب الأولى. هذه بصفة عامة، أما في الكواليس وفي الداخل يعني الجمعيات يجب على الدولة أن تفتح الأبواب لكل الإطارات وكل الكفاءات. تماما. السيدة علي، نقولوا إن الرياضة مصنع العقلاء، هل هذا يعني المثل مازال اليوم صالح بالنسبة للرياضة كواقع حال نشوفوه يوميا في بلادنا؟ في الحقيقة مقولة الجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم مقولة شهيرة. الحديث عن أخلاقة الرياضة يوحي للوهلة الأولى بأن الرياضة في حاجة إلى أن نمدها بالأخلاق، ولكن في الحقيقة أن الرياضة في حد ذاتها كلها أخلاق، بدءا بالميثاق الأولمبي، بالميثاق الذي سنه منظمة اليونسكو في سنة 78. يعني الرياضة يجب أن تعود إلى سابق عهدها، إلى حقيقتها. هناك كما قال الزميل قمريش، هناك العديد من الانحرافات في الواقع، وهذا شيء غريب ودخيل عن الحركة الرياضية عموما. نعم، طيب شكرا سيد عبد العلي. عبد الغني، تعرف الواقع وانت تعيش الواقع وتعمل في الواقع من سنوات طويلة، كيف يمكن أن تشخص هذه الحالة اليوم بالنسبة لواقع الرياضة من حيث الأخلاق؟ أولا هذا عنوان كبير جدا، أخلاق الرياضة، لأنه فيما بعد تأتي أجزاء سنجزي هذه الرياضة كعنوان كبير. بعدها سنجزي. هذا مصنع كبير فيه عدة أطراف، كل طرف يتحمل مسؤولية معينة. احنا جزناه إلى أربعة أجزاء، سأتكلم عن ذلك: الجماهير، المدرب، الإدارة، اللاعبون، وكذلك الصحافة. نعم، وهو المحور الرئيسي جدا لما نتكلم عن سنتكلم عن كل هذا الذي نحن جزء منه نحن نتحمل الموضوعية. نعم، ليس بالضرورة الشخص بحد ذاته، ولكن المنظومة الإعلامية تتحمل جزء
كبير جدا في هذا الفساد وهذا الانحطاط الأخلاقي للرياضة الذي وصلنا إليه، لأنه هذا الأمر لم يكن موجود قبل سنوات يعني معدودة. لكن بالنظر إلى ما هو حاصل الآن من تطور أيضا تكنولوجي إلى غير ذلك، يعني وجدنا أنفسنا وجدت الرياضة نفسها في مأزق، لأنه اليوم لم يعد مثلا نتحدث عن الإعلام فقط، الإعلام الذي هو إعلامي أكاديمي يعمل في مؤسسة إعلامية، كل الناس إعلاميين اليوم. اليوم كل إنسان، كل مواطن صار إعلامي وصار يدلي بدلوه، وقد في بعض الأحيان يتسبب في بعض المتاعب وبعض المشاكل اللي هي مغالطات وتؤدي عن قول الحقيقة، الكتابة الحقيقة. اليوم الكثير من الناس يعتمدون على مصدر إخباري يعني شعبي وليس رسمي، في الفيسبوك مثلا على سبيل المثال تجد في بعض الأحيان أخبار كاذبة، أخبار مغالطة، والناس أخذها محمل على محمل الجد، وهذا ما أفسد كثير أخبار رسمية للأسف. نعم، ما أفسد الكثير من الأمور. لهذا نقول أنه ما يريده ما يقوله وزير الشباب والرياضة مهم، ولكن مهمة صعبة للغاية، لأنه الموضوع يعني أخذ بعدا في سيئا أو سلبيا يعني منذ فترة، إصلاحه يتطلب أيضا وقت كبير وإصلاح جزء بجزء. تمام، الواقع هو تسجيل انحراف في الواقع، في الممارسة وفي السلوك وفي التصرفات أيضا بالنسبة لكل الأطراف المذكورة والتي أخذناها اليوم من أجل التحليل والنقاش. طبعا السيد عبد الغني، ربما السيد نعمان موجود معنا مباشرة على الهاتف. مساء الخير السيد الأستاذ نعمان. مساء الخير. مساء النور، تحية رياضية ليك ولضيوف الحاضرين. شكرا جزيلا، تحية ليك. نقدمك فقط، أنت الأستاذ عبد الغني نعمان، مستشار في الإدارة الرياضية، واشتغلت في العديد من المناصب الإدارية كمستشار ومسؤول، وعملت أيضا حتى في الإعلام والصحافة، ونشرت بعض المساهمات والكتب مثل الإدارة الرياضية، كتاب العولمة وتأثيره على الرياضة في العالم العربي، وكتاب آخر بعنوان الاستثمار والتسويق الرياضي مهم جدا، مفاهيم وأبعاد الفساد في المجال الرياضي. أنت طبعا تكلمت عن هذا الأمر، وأنت أيضا تابعت تصريح وزير الشباب والرياضة السيد خالدي الذي قال بأننا نستهدف إلى أخلاقة فعل التسيير الرياضي والإداري، وأنت متخصص في هذا المجال، ما هو قولك؟ بالفعل السيد الوزير تطرق قبل هذا في أثناء تسليم واستلام المهام من الوزير السابق إلى أخلاقة الرياضة يوم أمس فقط أيضا أستاذ عبد الغني، والبعد عن الفساد الرياضي، عن المال الفاسد. يعني قبل هذا تطرق بنفس النقطة. صحيح، وهذا تأكيد من وزير الشباب والرياضة على طي صفحة أو إعادة الأمور إلى نصابها من خلال الوضع الكارثي اللي تمر به الرياضة على جميع الأصعدة. هذا سعي من الحكومة ومن خلال وزير الشباب والرياضة، هو كان من المفروض أنه يكون اهتمامنا في وضع استراتيجية لتطوير الرياضي وسعي للبحث عن الموهوبين في مجال الرياضي، لكن البداية وبداية السلم تبدأ من الأسفل، ومن خلال أخلقت الرياضة وأخلقت التسيير ليصرحوا أمام البرلمان. هذا التسيير لتصف بالعشوائية من خلال عدم وضوح رؤية بخصوص استراتيجية قطاع الشباب والرياضة وما تسعى إليه وزارة من خلال البرامج التي طبقتها وعدم الاستقرار لشهد قطاع الشباب والرياضة منذ فترة كبيرة، جعل ضرورة أخلاقة الرياضة من خلال أساليب. لابد من وضع استراتيجية للحد من الفساد الموجود وليعتص بالرياضة الجزائرية. ما هو المقصود أستاذ نعمان عندما يقول الوزير بأنه من خلال اتخاذ تدابير تضمن الرقابة والشفافية قبل ذلك فعل التسيير الإداري، يعني أخلقت هذا الفعل في التسيير، وكذلك اتخاذ تدابير أخرى تضمن الرقابة والشفافية
والمساءلة. يمكن نلخص هذا نعم. الجملة في القرار، يعني مشكل التفسير، لابد من يكون قرار مناسب في وقت مناسب ورجل مناسب في مكان مناسب. نعم. المسير في الإدارة ولا الهيئة الرياضية في الجزائر لا تتوفر فيه معايير التسيير. هذا ليس تعميم ولكن هذا واقع الأمر. صحيح. لابد من إعادة الاعتبار للإدارة الرياضية الغير موجودة. أنا تحدثت وأعلم أنه الدكتور قمريش نعم. يشرف على دائرة في المدرسة العليا للإدارة للرياضة، لا يوجد اهتمام بالإدارة الرياضية. كيف يمكننا أن نطور الرياضة ونضع استراتيجية ونراقب حتى دور الرقابة على مستوى المفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة نعم. محصور في تقارير مالية وأدبية دون اتخاذ إجراءات ردعية في كل من يتسبب في ضياع أو إهدار المال العام. تمام تمام، سأعود إليك. شكرا سيد عبد الغني، سأعود إليك بعد قليل. إليك الكلمة سيد نصر الدين، لأنه هو أعطاك الكلمة من خلال الخبرة. المقصود من يعني تدابير تضمن الرقابة والشفافية والمساءلة، ما رأيك في هذا الكلام؟ لا بالطبع ماذا قاله الأخ عبد الغني، خاصة أننا نسير في قسم مختص في التسيير الاقتصاد في الحركة الرياضية بادية. على سبيل المثال احنا نكونوا يعني ناس مختصين في التسيير. الخطأ الكبير على مستوى وزارة الشباب والرياضة عند توجيه الناس في أخذ المناصب، يوجه لك إنسان المفروض يروح للميدان مثلا واحد مختص في التدريب الرياضي ليس مختص في التسيير. تلقى على سبيل المثال مدير ولائي أو مدير مركزي، وتلقى مثلا المختص في التسيير يلقى إشكال يعني في العمل. إذن حتى في التجويه في التوجيه خطأ، صح، يجب مراجعة توجيه للإطارات. كل واحد كما قال الأخ عبد الغني نعم. يعني كل واحد حسب المستوى نتاعو حسب الاختصاص نتاعو. لماذا؟ لأن هناك تسيير، هناك إدارة، هناك مال الدولة تصيره. إذن بالنسبة لهذاك المختص في التدريب الرياضي تخلق مشكل على مستوى الميدان، لأنه يكون مثلا بعد عندك ديفيسيت تاع لونكادرمون، وزيد تخلق مشكل لأنه لازم لواحد الوقت مدة معينة تاع سنوات حتى يتسنى له معرفة الميدان. ولاحظنا جميع الإطارات اللي كانت على مستوى وزارة الشباب والرياضة كانت مختصة في علم التدريب. صحيح. وليس مختصة في التسيير الرياضي. هذا خطأ. ما دام الدولة راهي تكون مختصين في المانجمنت وفي التسيير، لازم المفروض حتى في التوجيه تكون رقابة، صح، وتكون توجيه بأتم الكلمة. بالنسبة للوضع الحالي أن مثلا ناخذوا على بالنا نفهموا المواطن البسيط يفهم جميع الاتحاديات القانون موجود، وإنما غياب ولا عدم احترام لجميع الجهات يعني لي شابيتر تاع الميزانية تاع الاتحادية. والقانون يعاقب من سنة حتى إلى 5 سنوات عندما لا تحترم لي شابيتر. أين هنا الوزارة ولا المفتشية وراهي هنا؟ يجب مثلا هنا نوقف الاتحادية ونطبق القانون حتى يتسنى تكون درس لجميع الاتحاديات. لأن الآن الوزير عندما يتكلم أخلقت الرياضة، أخلقت في التسيير، إذا مساءلة، المساءلة شفافية بالطبع، نعم، ما دام التطبيق على لماذا لا نطبق القانون؟ الرقابة أيضا على المال العام بالطبع، نعم، موجودة حتى تاع الرقابة. إذن الجمعية العامة عندما تصادق على ميزانية وتصادق يعني في الطريق الخطأ، هنا على الوزارة أن تتخذ يعني القرارات اللازمة في الوقت المناسب. نتكلم عن هذا من خلال القانون أستاذ علي، ما رأيك في القوانين؟ وأعتقد أنها موجودة، ولكن هل هي مفعلة؟ هل هي تطبق؟ ماذا ينقص؟ ما هو الاحتياج في هذه النقطة بالذات؟ ما هو الناقص في هذه النقطة؟ في الحقيقة القوانين كما قلت موجودة،
على رأسها القانون الأساسي لقطاع الشباب والرياضة 1305 فيما يخص أو يتعلق بمراقبة المال العام اللي عنده نوع من القداسة. صحيح. اشترط القانون فيما يتعلق بالحركة الجمعوية ابتداء من اللجنة الأولمبية وصولا إلى النادي الهاوي باستثناء الشركات التجارية الرياضية. اشترط وجود ما يسمى بمحافظ الحسابات. محافظ الحسابات يصادق على الحسابات. الهياكل تاع التنظيم تاع وزارة الشباب والرياضة يشترط لما تقدم ملف تاع إعانة تاع الدولة يجب أن يكون مصادق عليها محافظ الحسابات. فيما يتعلق أيضا بالجمعيات بتجديد الهياكل تاع وزارة الشباب والرياضة كما قلت الاتحاديات حتى اللجنة الأولمبية يشترط حضور المحضر القضائي. هذا شيء جديد. نعم. في القانون 12/6 هذا كل شيء موجود يا دكتور يا أستاذ، ولكن التفعيل نتكلم عن التفعيل وكيف هو واقع الحال اليوم، هل هذا موجود؟ في الحقيقة الواقع كما قلت في المقدمة والاحترام لهذا غير يعني متراجع. هناك هناك على مستوى النصوص نوع من يعني الجانب النظري، إلا أنه في الجانب العملي وما نراه من خلال وسائل الإعلام هناك كما قلت تجاوزات أحيانا خطيرة فيما يتعلق في بتسيير لا سيما المال العام. تمام، شكرا عبد الغني. نعود نرجع إلى الأضلاع الأربعة التي تكلمنا أنا بخصوص هذا الأخلاق الرياضية في الممارسة والمنافسة، نتكلم على مستوى الإدارة مستوى اللاعبين، ولكن نبدأ بالإدارة إذا كان ممكن. الإدارة المشكلة ليست داخل الملعب ولكن تكون عادة خارج الملعب بالنسبة للإداريين، يحاولون المناورة في كل مرة للحصول على النقاط، تلاعب بالنتائج، شيء من هذا القبيل. الأخلاق في هذا الإطار يعني مشكلة لحد الآن موجودة صراحة. نحن الآن في هذا المحور بالتحديد نتحدث حتى نقرب الصورة حول الهيئات الرياضية التي هي تسير الواقع الرياضي، تسير الواقع مشكلة من أشخاص طبعا. كيف يتم أخلاقة هذه الهيئات الرياضية من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ هنا ستكون أمام إشكالية قوانين. اليوم الاتحادات مثلا إذا اختبرنا في اتحاد 40 اتحادية وطنية هناك قوانين غير مناسبة الآن. صح. تحمي وتبقي على هذا التسيير السيء الموجود بفعل القانون الذي لا يسمح لك ولفلان الذي لديه إمكانيات ومؤهلات أن يكون مسير ناجح في اتحادية معينة كيف يقتحم الجمعية العامة وكيف يصل إلى الرئاسة وإلى المكتب التنفيذي. ومنذ قليل تحدثنا عن هذه النقطة. هذا أمر هام جدا هام جدا. لماذا؟ لأنه لما تحدث اليوم عن وزارة الشباب والرياضة مثلا، هناك بعض الفترات أو فترة بعض الوزراء كانوا تقريبا سببا في هذا السوء الموجود على مستوى التسيير الرياضي. لماذا؟ لأنهم لسبب أو لآخر ساهموا في أن تكون الرداءة موجودة على مستوى الاتحادات. تتذكر معي كان هناك سابقا ما يسمى بخبراء الوزارة اللي كانت كوتا تسمح لك ولشخص آخر بأن يدخل رغما عن أنف الجمعية العامة ورفض إلى الجمعية العامة. نعم. نعم. في الاتحاديات الرياضية فيما بعد ألغي هذا القانون وبالتالي لم يعد بإمكان الأشخاص القادرين على الدخول إلى الإصلاح بأن يدخلوا إلى الاتحادات. نعم. هذا باعتقادي أنه إذا كان الوزارة الحالية تريد أن يكون هناك إصلاح على مستوى الهيئة الرياضية يجب إعادة بسرعة هذا القانون، وهو قانون سمح للخبراء بالدخول الجمعية. ولكن جمال سمحت لي فقط تفضل. ولكن ليس لأن ما الذي أدى إلى إلغاء هذا القانون؟ لأنه في بعض الأحيان في فترة من وزراء معينين استعملوه بطريقة سيئة، بمعنى أدخلوا أناس غير صالحين عن طريق بوابة الخبراء وأفسدوا الاتحاديات الوطنية. تمام. يجب أن يسمح لإعادة القانون ولكن بشرط أن تكون الكفاءات هي التي تدخل بكل شفافية. أنت تكلمنا عن هذا النقطة قليل فقط سيد نصرتي. نعم تفضل. شغل كان معنا قبل سي عبد الغني. صحيح. يعني حط الأصبع على الجرح يعني فيما يخص القوانين القانون الأساسي تاع جميع الاتحاديات. كان في وسط الساقب سابق كانت لهذه المئوية النسبة المئوية حوالي 15% للمختصين ويقولوا لهم نتكلموا عليهم في وقت سابق خبراء.
ونقص الخطر في نفس الوقت. تكلم على سي عبد الغني، لازم عندما تختار هذو ال 15% لازم تكون معايير، يكون اصحاب الاختصاص. في السابق كانوا بعض المختصين في اختصاص ما في كرة القدم او في مثلا في المصارعة او في الملاكمة يصيب روحه في اختصاص اخر. هناك تلاعبات على مستوى في الماضي على مستوى وزارة الشباب والرياضة، ولاحظوا ان الغريب في الامر كان في وقت سابق كان حتى المستوى التعليمي، مستوى التعليمي بالنسبة لرئيس اللي ترشح للرئاسة، على بالك رئيس اتحادية عنده مهمة كبيرة على مستوى وطني ومستوى دولي. صحيح. انت كي تحكم انت واحد يكون يترشح للرئاسة يتكلم عنده مستوى ضعيف، وحتى المستوى الضعيف بالإضافة لشيء ذاك ما يتكلمش اللغات، وتلقاه مثلا في مؤتمر دولي يحب يمثل الجزائر، إشكال كبير. إذا المستوى التعليمي هام جدا لازم الرجوع إليه، وحتى كذلك الخبراء. الغريب في الأمر أن في الوقت الحالي أصحاب الاختصاص ما عندهمش حق في الجمعية العامة. مختص ولاعب دولي ولاعب أولمبي ليس له الحق أن يكون في الجمعية العامة اللي تهمه هو. هذا غريب، غريب جدا. وفي الوقت الحالي أن المختص عنده كما نقولوا احنا لا فو كونسلتاتيف ماش ديليبراتيف، وتلقى الإنسان مش مختص هو اللي عنده شأن مستقبل تاع الاختصاص هذاك، عنده لا فو نتاعو ديليبا ماش استشارية. هنا فيها تناقضات. إذا نرجعوا إلى القانون الأساسي على مستوى الوزارة أن يعني تأخذ بعين الاعتبار بصفة جدية لفتح الأبواب للكفاءات وإعطاء الفرص حتى يتسنى لبعض الكفاءات يترأسوا هذه الاتحاديات. نعم. من هنا يعني نبدأ. سنتكلم عن الحلول، سنتكلم في ذلك عن الحلول. سيد أستاذ دعمان، تسمع هذا الكلام أخي؟ نعم. محمد، بالفعل الكلام عن القوانين موجودة القوانين، ولكن لابد من تعديلها. إذا بقت نفس القوانين لن نرى شيئا جديد. القوانين المسيرة للإدارة على مستوى وزارة الشباب والرياضة فيها قوانين لا تكشف واقع الرياضة ولا تساعد في التطوير. مد مثال الرقابة على مستوى مفتشية العامة لوزارة الشباب والرياضة، الأندية والاتحاديات تقدم تقريرها المالي والأدبي، ولكن الخاص بالعتاد إذا تم مثلا شراء عتاد، هذا العتاد لا يتم جرده ولا يتم متابعته، يعني احنا نراقب جانب واحد، جانب المهمل هو جانب الجرد العتاد، يعني العتاد المادي لا يتم جرده، هو هفوة في القوانين. يعني القانون الجزائري فيه هفوات يتم استغلالها. في مجال التسيير، المستوى التعليمي لرؤساء الأندية والاتحاديات والنوادي يسمح بوصول ناس همهم الوحيد هو الوصول إلى الكرسي، الكرسي الرئاسي، همه أنه يوجد منصب يتقرب به للوالي على المستوى المحلي للحصول على صفقات أو أي ما عندوش الهم أنه يطور الرياضة. لابد من رفع مستوى حتى الاتحاديات، رفع مستوى الشرط هذه على المستوى المحلي. كاين نعلم بلي كاين قوانين دولية خاصة للجمعيات العمومية وقوانين مسيرة، لكن شرط المستوى بإمكاننا على مستوانا على مستوى الجزائر نحدد مستوى معين، ولما لا لابد يكون عنده اطلاع في الجانب الرياضي. نعم. مستحيل أنه يجيب رئيس اتحادية ما عندوش علاقة بالميدان اللي يرأسه. شفنا كذلك في المجال هذا، في مجال تسيير الصفقات العمومية، معظم من مدراء على مستوى الولايات، مدراء شباب الرياضة، كما كان يقول دكتور قمريش، ليس لهم علاقة بالتسيير الإداري، ما عندهمش تكوين إداري، معظمهم تخصص رياضي، مستشارين خريجي
إما قطاع الشباب بخريجين معاهد خاصة بإطارات الشباب والرياضة، وبالتالي تسيير الصفقات العمومية ليس من اختصاصهم، وبالتالي لهذا نشوف نلاحظ أن معظم المشاريع تتعطل، وبسببها تتعطل تطوير تتعطل تطور الرياضة على المستوى المحلي والوطني. تمام أستاذ عبد الغني، شكرا جزيلا، سأعود لك في المحور الثاني من النقاش حول أخلاق الرياضة وما هو القرار والعلاج بالنسبة لهذه الإشكالية. وقبل ذلك نستمع أو نشاهد بعض تدخلات الزملاء في هذا الموضوع ونعود للنقاش. رياضي حاليا نتكلم عن رياضي هو رياضي محترف، يعني خدام، راه خدام في فريق أو يخلص خدام. مادام هو خدام لازم يحترم الخدمة اللي يؤديها، أولا يحترم الناس اللي يجوا يتفرجوا عليه ويخلصوا باش يشوفوه. ما يكفيش يعني يخلص ويخلص كثير ويجوا ويلعب أو يقدم شيء اللي لازم مفروض عليه يقدمه أمام ناس اللي ربما البعض أو الكثير منهم ما عندهمش خدمة، يجي للفرجة، يجي للمتعة، يجي يتسلى شوية، ينسى الهموم نتاعو. واش يشوف؟ يشوف عمل سيء، يشوف كلام سيء، يشوف أشياء يعني. ونتكلم على المهنة، لا أخي اسمح لي، كون كما لازم الحال ونمشي معك وندافع عليك ونتكلم عليك ونعلق عليك. علاش؟ لأن لازم الرياضي بالأخص إذا كان محترف لازم يكون، أو الرياضي بصفة عامة لازم يكون محترم. هو من المفروض يعني الرياضيين بصفة عامة سواء كانوا مسؤولين أو لاعبين أو حتى صحفي رياضيين، كل من يتوجه للملعب في الحقيقة من المفروض أنهم يسموا بالأخلاق إلى مستوى أعلى. ولكن لما تبدأ أخلاق الرياضة يعني تمس، والأخلاق بصفة عامة تمس من طرف أشخاص كما هذا، معناها أنه لسنا في الطريق السليم. من المفروض أنه مثلا إذا أخذنا مثال مثلا تاع رياضي، الرياضي هذا يبعث رسالة للشبان، رسالة من المفروض أن تكون سامية، أن تكون عالية المستوى حتى يكون قدوة لغيره. أما بالنسبة للمسيرين، وإحنا نشوف مثلا في الجزائر كان مشاكل كثيرة مع المسيرين، نشوفوا أنه كان مشادات كلامية، كان عنف لفظي بينهم، وهذا يعد غير صحيح. من المفروض هما اللي يكونوا في المقدمة حتى يحافظوا على أخلاق الرياضة، يحافظوا على الأخلاق العامة حتى يوجهوا الرياضيين، وبالتالي فتكون صورة جيدة بالنسبة للجمهور. نقول من أسباب هم الفاعلين في الرياضة، فتجد اليوم رياضيين لا يحترمون الأخلاق الرياضية، رياضيين لا يمارسون، لا يعطون الصورة التي يجب أن تعطى بالنسبة للرياضي. هناك مسؤولين أيضا هم أول من يعتدي على الأخلاق الرياضية، تجد اليوم رؤساء نوادي هم من يستفزون الفريق المنافس، هم من يقومون بأفعال تغضب المناصرين الذين يقومون ما هي إلا ردة فعل. نتحدث عن العنف في الملاعب، أنا أراه ردة فعل لما يحدث داخل أرضية الميدان، لما يصرحه اليوم المسؤولين. على الكل اليوم أن يتحد من أجل تصفية هذا المجال من كثير من الشوائب التي أصبحت مسيئة للرياضة عموما. الرياضة أو الرياضة بصفة عامة هي أخلاق قبل كل شيء، قبل الممارسة. اليوم المظاهر التي أصبحنا نشاهدها في الملاعب الجزائرية للأسف، ربما رئيس فريق يعتدي على الأنصار، ربما لاعبين يقومون بحركات غير لائقة، ربما بعض المدربين نشاهدهم على خط التماس يعطون صورة سيئة. كل هذه الأمور تولد ربما أعمال عنف مباشرة من المدرجات. لابد لكل الفاعلين في قطاع الرياضة، سواء اللاعبين، سواء المدربين، سواء رؤساء الفرق، سواء أيضا المسؤولين، الالتزام أثناء تصريحاتهم يعني قبل المباريات وبعد المباريات. ولابد من اللاعبين المحترفين أن يكونوا صورة طبق الأصل للاعب المحترف بأتم معنى الكلمة، لأن لهم دور كبير في الحفاظ وفي تطوير الرياضة وفي الحفاظ أيضا على التقليل من ظاهرة العنف في المدرجات الجزائرية. طيب، استمعنا إلى بعض الزملاء الصحفيين المتخصصين حول الواقع الحالي، واقع الحال السيد نصر الدين فيما يخص الرياضة عموما وكرة القدم بالأخص. سمعت إلى أشياء حقيقية وربما هناك أشياء أخرى أكثر من هذا، ماذا يمكنك أن تعلق على ما سمعت؟ طبعا هذا واقع حقيقة وواقع مر، واقع مر معروف. احنا على مستوى حتى الجمعية الوطنية لمربيين ومدربين كرة القدم عندنا لجنة فيما يخص هذا
الآفة هذه الموجودة على جميع المستويات. صحيح. نتكلم على ضغط العنف في الملاعب والقاعات. في القاعات العنف في المدرجات، العنف في الملاعب، العنف مع بين الرياضيين، العنف بين المسيرين، الحكام، العنف في الجمعية العامة بالتصريحات، بالفساد، بالرشوة إلى آخره. العنف على جميع المستويات. الفرق الكبير أن هنالك علاج وقال هنالك استراتيجية شاملة للحد من هذه. ماذا تعلق الراحة؟ كيف تعلق على واقع الحال السيد نصر الدين؟ الواقع مر. كيف تعلق عليه وكيف وصلنا إلى هذه الحالة التي هي اليوم أمامنا للأسف يعني صادمة بالنسبة للكثيرين من الذين يتابعون الرياضة وكرة القدم خاصة؟ هي درك التراكمات هذه تاع عدة سنوات واللا عقاب، سياسة اللا عقاب. نعم. تديك إلى الهاوية. احنا كإطارات وكخبراء على جميع المستويات نقترح كان عدة اقتراحات وهذه الاقتراحات لا تأخذ بعين الاعتبار. هل ممكن نمارس وهل يمكن نقول اليوم انه الرياضة هي عقل، هي عقل العقل تاع الممارسين؟ لا، الرياضة في هذا الحال الموجودة اليوم الرياضة يعني في الفلسفة تاع الرياضة هي مصلحة عامة بالنسبة للصحة، بالنسبة للمجتمع ككامل، هي روح رياضية، هي احترام، هي. وإنما في الواقع أصبحت الرياضة هي موقع الفساد. العنف للأسف، الرشوة، المنشطات، المخدرات، الشيشة أحيانا يعني أصبحت مشهورة. لماذا؟ لأن أصبح المال هو الهدف الوحيد بالوصول بأي طريقة. إذن هناك في بعض الأحيان نتكلم على الأسباب والمخلفات والواقع المر، وإنما لازم نمر والتداعيات أيضا والمخلفات. التداعيات أيضا هي ضارة جدا بالطبع. أين هي الرياضة الجزائرية الآن؟ راهي في الحضيض. الواقع الحالي عندما نقيم الحركة الرياضية الجزائرية ما لازمش نغطي الشمس بالغربال. الواقع المر للحركة الرياضية الجزائرية سواء على مستوى النتاج وحتى على مستوى التمثيل الجزائري على مستوى دولي. تمام. ماذا يمكن أن تقول أستاذ علي في هذه النقطة بالذات؟ إضافة لما قاله الزميل الدكتور قمريش، بداية يجب تفعيل القانون، يجب الردع، نعم، تطبيق القانون بصرامة وسد بمحاباة أيضا يطبقوا أحيانا أيضا وسد الثغرات الموجودة في القانون. أحيانا مثلا التشريع تاع قانون 1305 ينص في آخر مواده على أن النصوص التنظيمية لهذا القانون ستصدر في خلال سنتين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، إلا أن القوانين باقي العديد من القوانين التنظيمية لم تصدر. هناك مثلا قوانين غير مفعلة، مثلا قرار وزارة الرياضة فيما يتعلق بشروط وكيفية إنشاء لجان المناصرين. نعم. تلته فيما بعد منشور آنذاك للسيد وزير الرياضة، أين في بدايته في مقدمة هذا المنشور يصرح الوزير ويقول بأنه أغلب الأندية إن لم نقل كلها لم تستجب لقرار إنشاء لجنة الأنصار. هناك أيضا فاعلين آخرين فيما يتعلق بالعنف، اللجنة الوطنية لمكافحة العنف، اللجان الولائية، هناك ما يسمى بأعوان الملاعب الاستادي، هناك العديد من النصوص، إلا أنها للأسف الشديد إما غير مفعلة، استغلها البعض لإحداث تجاوزات خطيرة أحيانا. عبد الغني تفضل بواقع الحال وخاصة بالنسبة للأضلوع التي تشارك في هذه العملية، لا احترام ولا أخلاق بالنسبة للرياضة. نعم، مثل ما قال يعني الزملاء اللي شفناهم قبل قليل، يعني الطرف الآن هو الأخطر والأصعب. يعني تحدثنا في ربما في الشطر الأول على الهيئة المسيرة. الهيئة المسيرة داخلة مثلا 40 اتحادية بمعدل 50 عضو في الجمعية العامة، عندك 2000 شخص، يمكن إصلاح الأمر. لكن الآن تتحدث عن إضافة أصفار أخرى، الآن أقل شيء ممكن 2 ملايين أو حتى 20 مليون ممارس. إذا كان 20 مليون ممارس كلهم يعني أصيبوا بداء لا أخلاق في الرياضة، كيف ستصبح انتشرت؟ نعم، لأنه الأمر عنده كما قال الأستاذ قمريش عنده تراكمات الماضي، لأنه هذا أيضا نابع من واقع مجتمع بصفة عامة. الرياضة هي جزء
قطرة من المجتمع. هذا اللا أخلاق موجودة في كل القطاعات تقريبا، ولأن الرياضة هي الجزء واجهة أكثر ممارسة واجهة، فهي التي تبان على الصورة بأنها فيها عدم إخلاق وفساد إلى غير ذلك. ولكن هذا عنده جزء أيضا مرتبط بتربية. الآن ما الذي التربية هذه؟ تربية الأجيال تأتي من الصغر. إذا كان هذا العنف وهذه الأشياء السلبية نوجدها عند النشأ في المدرسة مثلا، موجود. نعم سيتكلم عن ذلك الأستاذ علي. المدرسة خروج التلاميذ من المدرسة تشوف أشياء ترهبك وتخيفك على مستقبل هؤلاء الشباب عندما يصبحون شبان قادرين مثلا على فعل أشياء خطيرة. وحتى في الرياضة، حتى في الممارسة أيضا عبد الغني. نعم. هناك أشياء غريبة وعجيبة تحدث حتى في الفئات الشبانية الصغرى. نعم. بالنسبة وهذا عنده علاقة مرتبطة بالتكوين بالتدريب. نعم. سيد عبد العلي تفضل. في إضافة لما قاله الزميل عبد الغني، أشار إلى التربية والتكوين. كما نعلم أنه المشرع الجزائري أعطى نوع من الامتياز للحركة الجمعوية الرياضية، أعطاها ما يسمى بامتياز النفع العام. امتياز النفع العام، هناك العديد من الجمعيات، هناك كما قال الزميل عبد الغني المئات ولا عشرات المئات من الجمعيات الثقافية والدينية إلى غير ذلك، ولكن اتحاديات واللجنة الأولمبية منحهم القانون امتياز النفع العام. وفي القانون هناك شرط أو بند ينص على أنه السلطات تستطيع سحب هذا النفع العام إذا كان هناك إخلال بقواعد، خرق قواعد مكافحة المنشطات العنف، عدم اختراق الروح الرياضية، عدم اختيار المنافس، عدم تقديم التقارير المالية المبررة ومع محافظ الحسابات. يعني هذا الامتياز تاع أنه المشرع أعطى للهيئات الرياضية من بينها الاتحاديات. نعم. امتياز النفع العام، وهذا مش شيء هين. شوف سأعود إليك سيد ناصر نصر الدين بعدما نسمع للسيد زميل أو زميل الصحفي محمد بوحروز تكلم أشياء واقعية وحقيقية، بعد ذلك نعود للنقاش. الأخلاق ما يبدوش من الصغار، يبدو من الكبار، من المسؤولين. كي تروحي تشوفي مقابلة في كرة القدم ولا في أي رياضة، كي تصيبي أن إدوكاتور مربي كيبقى ربع ساعة 10 دقائق باش يخلص الماتش وليكيب تاعو رابحة، ان ايديوكاتور يعيط لي راماسور دو بال يقول لهم خرجوا ما تجيبوش البالو باش يضيعوا الوقت. ان ايديوكاتور يديرها. شفنا حوايج كبار كي تكون اون اكسيون تاع ليكيب ادفيرس، شفناهم يرميو البالون لداخل التيران باش لاربيت كي يشوف دوزيام بالون يحبس لاكسيون هذيك تاعهم تحبس. يعني شنو الور خلينا دوك بيع الماتش وشري الماتش وانت عطيني الماتش وانا نعطيك الماتش وانا ولي جوار شد جوار عطيه اللي يدير لاكراف، ولا ثاني حاجه عاديه نورمال في بلادنا. لحقنا لواحد الدرجه كبيره سا دوفيان تري غراف. ان جوار يدي 200 300 مليون يزيد لي بريم ويزيدو يشرو له لي ماتش غراف. وكيفاش نداركو الوضع؟ الوضع والله غير لازم كما يقولوا العروق لي راسين، لازم نعاودوا كلشي، لازم يكون اون ريفونت كومبليت دو 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 سبور، ماشي غير كرة القدم، الرياضة كاملة. يعني كاين أموال كبار، والأموال الكبار عباك وين يلحقوا للطمع، يلحقوا الناس تولي ما دراهم وعرين يغروا الإنسان. Donc tant qu'il y a beaucoup d'argent fait le sport, surtout le football, il y a tellement d'argent, il y a tellement d'intérêt que on a créé واحد يسبلو يماه ولا ما يزيد يدخل تما دروك يسبوهم يشتموهم يديروا لهم والله غير ما راح له كاع بور بيك يعمر جيبو. يعني الوضعية سي غراف مع الأسف. بلادنا نحبوا بلادنا وما حبيناش نلحقوا لهذه الدرجة، بصح لحقوها لهذه الدرجة. ما خديناش يعني القرارات اللي لازم باش نحميو هاد، خاطر احنا دوك كبار معليش، بصح هاد الصغار اللي جايين بس قد ما تزيد يزيد تكبر الوضعيه. هذا هو الواقع المؤلم والمؤسف حقا، وهذا الكلام جاء من واحد من اعلاميين وصحفيين المخضرمين سيد محمد بوحروز، وهو كاتب ايضا وصحفي ومتخصص، وقوله من الواقع المعاش بالنسبة للرياضة وكرة القدم بالأخص، وكان ذلك في ميكروفون الزميل وليد غريبية. هل من تعليق سيد نصر الدين حول ما سمعت؟
والله أنا بالنسبة لي أنا شيء موش جديد، موش جديد هذا التعليق ولا حتى الوضعية. لا نهضروا على الألم والأسف اللي وصلنا ليه الواقع الحال. لا دكتور أنا في الواقع ماذا يجب فعله؟ صحيح لازم نديره احنا في اعطينا يا زيد جينجل ونروحوا للسيد نصر الدين حاب يروح للجزء الثاني من النقاش. الكارثه هذه معروفه القرارات والعلاج تفضلوا. شكرا تفضل سيد نصر الدين. شكرا والله الواقع مر وانما شوف نعطيك على سبيل المثال نعم. عندي بين يدي انا مرسوم تنفيذي تاع 2006 نعم. 2006 يخص المدربين. تروح للباب الثاني يكلف المدرب في إطار سياسة تطوير التربية البدنية إلى آخره ويتكلم على التنظيمات وأخلاقيات الرياضة نعم. لم يطبق 2006 هو هنا لك هذا. بالنسبة للجميع الاتحادات هناك يعني في القانون الرياضة نتكلم على لا كوميسيون ديكسبيرتيز ديفالياسيون موجودة لازم كل اتحاديه تمر على هذه اللجنه على هذه لاكوميسيون موجوده ولم تفعل الى حد الان. السؤال مطروح من الناحيه الماليه من ناحيه التدريب منها. ثالثا فيما يخص ظاهره العنف الاخلاق ليس فقط العنف كل شيء داخل فيها مثلا المال الفاسد الى اخره نعم. احنا في على مستوى الجمعيه رانا نبحثوا راح نمروا الى تفعيل هذه الاتفاقيه الجماعيه لكره القدم. ما معنى اتفاقيه جماعيه؟ لان تحديد سقف الصالير تاع المدربين تاع الرياضيين متابعه الرياضيين في حياتهم يعني المهنيه الى اخره يعني منظمه شامله وعامه. غياب هذا الاتفاقيه خاصة في كرة القدم يجعلنا في أمور متاهات كبيرة. إذن يجب تفعيل وموجود على مستوى دولي في فرنسا وفي إنجلترا هنالك اتفاقية جماعية تخص كرة القدم لأن هذا هو السبيل الوحيد لأن تمام. تكون قوانين وأمور تضبط المهنة نتاع المدرب ونتاع الرياضي. تماما مشكور السيد نصر الدين. السيد علي استاذ علي تفضل بإضافة بعض القرارات او العلاج اذا كان ممكن من ناحيه القانونيه. سمعنا الحديث عن على اجور يعني من خيالية. الارقام الخياليه يعني هي من حيث المبدا القانوني في على مستوى المدرسه العليا لعلوم وتكنولوجيا الرياضه في يوم ما نوقشت مذكره حول تسقيف التخرج نعم تسقيف اجور اللاعبين في الحقيقه هي من الناحيه القانونيه البحته ما دام علاقه العمل عقديه القانون لا لا نستطيع عمليا ان نسقف الاجور ولكن الواقع العملي مع تصريحات اغلب رؤساء الرابطات ورؤساء الانديه انه اغلب الانديه هي مفلسة هذا هو المشكل ولكن مقابل ذلك يمنحون هذه الأجور التي لا أريد يعني تكرار ذكر ولا ينتجون شيئا يعني مكان يعني من ناحية المالية مال الدولة مال العام مالية أي هيئة هي عبارة عن موازنة يعني مداخيل و في الاحتلال خاصة في الاحتلال ونفقات كيف لناد أو هيئة معينة مفلسة أن تصرف هذه الأرقام الخيالية. نقطة أخرى عن هذا المال شاب في الحقيقة في حدود 18 سنة أو ربما في حدود هذا السن يمنح له هذا الأجر الخيالي في الحقيقة إذا كان يستحق فهذا شيء أمر جميل طبيعي. ولكن, طبيعي ولكن الأولى أنه هذه الأموال كانت تصرف في أماكنها يعني تعزيز الاحتراف أنه هذه الأندية تتنازل أو ترفع يد الدولة على التمويل تمول نفسها بنفسها ما دام في الاحتراف القانون ينص على أنه النوادي المحترفة هي شركات تجارية التاجر لا يمد يده لإعانة الدولة نعم. التاجر مشكلة. بالعكس هو الذي يمول الدولة عن طريق الضرائب صحيح. هو الذي ينشئ مراكز التكوين هو الذي نعم. كل أندية ملزمة بالقانون أن تنشئ مراكز التكوين و نعم. مراكز التكوين وتهتم بالمواهب الشابة تماما. عبد الغني ما رأيك؟ ما هو موقفك أو قولك وتعليقك فيما يخص هذا الأمر؟
لا، احنا الان هنا امام ضروره الفصل بين شيئين يختلفان تماما. اما نتحدث عن الممارسه الرياضيه الشعبويه الهواة او نتحدث عن عالم الاحتراف. يجب الفصل في الموضوع. اليوم في الجزائر ليس هناك خلط كبير، ونحن اقرب الى امر هواة اكثر منه الى احترافين، لانه كما قال الاستاذ يعني اذا كنت تكلم على الاحتراف في الخارج هناك عالم الاحتراف لا دخل للدوله ولا دخل، والمال هو عصب الحياه، وهناك لاعبين لا يتقاضون اجور خياليه. يعني لو نتحدث عن اجور بعض اللاعبين المحترفين في الخارج بالعمله الجزائريه جمال، ربما دقيقتين من اجره رونالدو مثلا تساوي كل مساري المهني انا، يعني كل مساري بعد 32 سنه لو رونالدو فقط يهديني دقيقتين من أجره فقط هو ما يساوي كل حياتي. نعم، ولكن هناك نعم، هناك مقابل احترام. نعم، هناك الاحتراف شيء والهواة شيء، أموال الدولة شيء وأموال الخواص شيء آخر. إذن نحن أمام ضرورة وبدا عن أخلقت هذا نعم الواقع هو قانوني بالدرجة، كل شيء يجب أن يمر على الجانب القانوني. يجب أن تكون جمالي. هناك قوانين واضحة صارمة ما هو الاحتراف وما هو الممارسة الهواة. من أراد أن يكون محترفا فعليه كما قال الأستاذ لا يمد يده لا للبلدية ولا للولاية ولا لشيء، أمواله حر فيها، يدفع أجور لاعبين مثل ما يشاء في كل اختصاصات الرياضية إلى غدا، مستوى الأطراف الأخرى على مستوى الإعلام الرياضي، على مستوى الجماهير، على مستوى المدربين عبد الغني، على مستوى اللاعبين أيضا، كيف يمكن الحال؟ قلنا جمال في البداية أنه العنوان الكبير الرياضة، ولكن هذا هو الأطراف. أطراف الآن طرف آخر، طرف الإعلامي هو شريك مهم جدا باعتقادي أنه اليوم بنسبة كبيرة لا يلعب الدور المنوط به. يعني هو أيضا دخل في خانة ما يفسد اكثر مما يصلح بكل صراحه. الجمهور ايضا يمارس الضغط السلبي. نعم. الجماهير تمارس ايضا الضغط السلبي. نعم. نعم. كذلك لسيما موجود لسيما احيانا. نعم. في منع اسمح لي الغني، احيانا الجمهور يمنع البث التلفزيوني، وكاين اتفاقيات وكاين. نعم. موجود. معامله تجاريه انه الكل مسؤول عن هذه الاحداث، هذه الاشياء السلبيه. عندنا نروحوا للدكتور نعمان رجاء. نعم. قبل ذلك السيد علي حتى يقدم لنا بعض القرارات او العلاج فيما يخص هذه الاشكاليه. نعود اليك السيد نعمان، مساء الخير مره ثانيه. ما هي نعم تفضل. صحيح انه لابد من علاج. نعم. للوضع الراهن. وضع الرياضي يستدعي أولا تقليل إن صح التعبير الجمعيات اللي موجودة. نعم. عبارة عن جمعيات موجودة في محفظة الرئيس، يعني جمعيات عدد الجمعيات لتحصل على الدعم من الدولة هو رقم خيالي، وبالتالي لابد من نعم الحد من منح الاعتمادات إلا لمن للجمعيات وتصفية الجمعيات الموجودة. إعادة الهيكلة للمخصصات المالية الحكومية السنوية، معناتها لابد من وضع ميزانية تحدد من خلال الأبواب الميزانية لكل نادي المجال اللي يعمل فيه. لا توجد رواتب من الدعم اللي قدمه الدولة، وهنا دعم اللي نهضر عليه هو دعم للهواة، لكن بالنسبة للاحتراف سعي بجدية لخصخصة الأندية الرياضية ورفع اليد عن هذه الأندية ليستطيع أنه يكمل في هذا المسار. مرحبا، لما يقدرش ينسحب من هذا المجال الرياضي ويترك مجال اللي يروح المجال ينجح فيه. يعني كفى أنه الدولة تدفع أموال لأناس يصرفوا في أموال الدولة بأهوائهم. نعم. كذلك لابد من وضع رقابة مالية داخل الهيئات والإدارات الرياضية من ناس مختصين في مجال الرقابة المالية. احنا مانيش قاعد يعني نمد في وضع اسود، ولكن المتابعه والتقييم لازم يكون بشكل مستمر. كذلك لابد من توفير اليات الضبط والبحث عن مشاريع اقتصاديه تدير ارباح على الرياضه وعلى قطاع الرياضه، معناتها انه قطاع الرياضه
ككل اللي هو يتمثل في وزارة الشباب والرياضة، لابد أنه يبحث عن متعاملين اقتصاديين ليسوا ليأخذوا من المجال الرياضي من الدعم اللي تقدمه الدولة، نعم. ولكن يقدموا المساهمة لتطوير الرياضة. شكرا جزيلا. فقط نعم تفضل تفضل. لابد إذا أردنا أنه نحصل على أخلاق للرياضة لابد من بداية من أسفل، ولابد من إعطاء الأهمية للرياضة المدرسية. هنا نقطة فقط بين قوسين، لابد من دراسة الفجوة الموجودة ما بين مخرجات الجامعة مثل في معهد التربية البدنية وخريجين تحم خريجي الجامعة، لابد من توفير مناصب والربط بينهم وبين وزارة الشباب والرياضة. تماما. لا يعقل أنه دكتور في كرة القدم عنده دكتوراه في كرة القدم ما عندهش منصب الوقت في أستاذ وزارة الشباب نعمان. والرياضة. نعم. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. كنت معنا مباشرة وعبر الهاتف سيد أو الأستاذ عبد الغني نعمان، يعطيك الصحة وبارك الله فيك، إلى فرصة أخرى بحول الله. طبعا إلى جينجل وبعد ذلك نعود. إلى البحور الثالث وهو الملاكمة الجزائرية التي تألقت من خلال 5 ملاكمين جزائريين تأهلوا إلى الدورة أو الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، وذلك في الدورة التأهيلية لهذه الألعاب التي تجري بقاعة أرينا بالعاصمة السنغالية داكار. ومعنا عبر الهاتف المدير الفني السيد إبراهيم بجاوي. مساء الخير سيد إبراهيم، هل أنت في الاستماع؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك مباشرة من داكار. أولا ألف مبروك، 7 ملاكمين جزائريين، 5 من الرجال و2 من السيدات متأهلين إلى أولمبياد طوكيو. كيف كانت الدورة التأهيلية سيد إبراهيم بجاوي؟ فيما يخص هذه الدورة التأهيلية يعني كان عدد كبير من المشاركين الأفارقة، وكانت هذه الدورة يعني كانت مناسبة لنا الفريق تاعنا يعني أول يعني باش يتأهلوا لهذا الأولمبياد طوكيو، وإن شاء الله شاركنا يعني بثمان ملاكمين وخمس ملاكمات، وراهم تأهلوا يعني خمس ملاكمين وثمان من الإناث. يعني الحمد لله على حسب يعني التكهن هنا تاع المدربين، يعني راهم عدوا تكهن تاعهم وما قالوا يعني تأهل بأربعة ملاكمين وبنت، ويعني راهم عدوا في التكهن تاعهم في فرنسيك يعني عدوا يعني صبحنا خمس ملاكمين. نعم، هل حققتوا بالهدف الرياضي سيد إبراهيم بجاوي؟ يعني الهدف فيما يخص التأهل يعني راهو تحقق تحقق 100%، وما زال لنا تأهل آخر ثاني يعني راح يجري في شهر ماي في مدينة باريس. نعم. إلى 13 مايو إلى 29 مايو فيه دورة عالمية، ونقدروا نشاركوا إن شاء الله بالملاكمين اللي ما تأهلوش. نعم. يعني نقدروا نزيدوا الأهل وملاكمين آخرين. شكرا جزيلا سيد إبراهيم، يعطيك الصحة وبارك الله فيكم. 5 ملاكمين جزائريين بالتوفيق إن شاء الله، فليسي محمد بن شبل عبد الحفيظ بولودينات شعيب لموشي محمد حمري محمد أيضا، إلى جانب رميس أبو علام و خليف إيمان، هذه هي القائمة. شكرا شكرا جزيلا السيد إبراهيم بجاوي، أعطيك الصحة. كنت معنا مباشرة من السنغال في دقيقة واحدة. السيد نصر الدين تفضل، الوقت انتهى. شكرا. أنا بالنسبة للجمعية الوطنية لمربين كرة القدم، احنا على مستوى الجمعية احنا عندنا فيما يخص ظاهرة العنف عندنا الملف واجد والاستراتيجية واجدة. فيما يخص يعني تنظيم مهنة المدربين، احنا عندنا ثاني خطة ثانية وهي الاتفاقية الجماعية لكرة القدم. أيوة. هذه راح يكونوا فيها على مستوى المعهد الوطني للعمال، أن خبراء ذو مستوى عالي راح يفكروا كيفية تنظيم هذه المهنة مهنة كرة القدم. هذه بصفة عامة، وإحنا نطلب يعني على نعم. بالمناسبة هذه لجميع المدربين أن يتقربوا لهذه الجمعية حتى يتسنى لنا وتكون عندنا قوة اقتراح صح. بالنسبة للاتحادية وحتى وزارة الشباب والرياضة. يعطيك الصحة وبارك الله فيك، شكرا على الحضور وعلى التحليل السيد مصطفى. بارك الله فيك، التوفيق والنجاح بالنسبة للجمعية. شكرا. السيد علي بن موسى تفضل في كلمة أخيرة. كختام لهذه الحصة،
بداية نسأل التوفيق للأستاذ قمريش على رأس الجمعية الوطنية لمربي الرياضة، ونتمنى أن نرى قريبا العائلات الجزائرية في المدرجات. نعم. وهذه ظاهرة تتيح صحية تتيح ولا توحي لنا بأنه الرياضة سنتكلم عن نعم موضوع طويل جدا سيد علي، لا يحتاج إلى العديد من الحصص. يعطيك الصحة وبارك الله فيك. شكرا جزيلا، أهلا بك في فرصة أخرى بحول الله، خاصة في القانون الرياضي نحن بحاجة إليها. عبد الغني يعطيك الصحة وبارك الله فيك، في كلمة أخيرة تفضل. بالتوفيق لأسرة الملاكمة وإن شاء الله أسرة المصارعة أيضا. نعم. في الأيام القادمة في المغرب دورة مؤهلة أولمبياد إن شاء الله. نعم. نشاهد على الأقل 5 أو 6 مصارعين إن شاء الله في الأولمبياد إن شاء الله. شكرا جزيلا عبد الغني. سيد ناصر الدين، قلوا بأن الالتزام بإخلاق الرياضة لا يتغير سواء كنت فائزا أو مهزوما، هذا صحيح؟ صح. طيب صح. إن تقبل الفوز والخسارة بالنفس الروحي يولد التواضع والشعور بالفخر، تكون موجودة الروح الرياضية، مصطلح رائع يشير إلى الامتثال للقيم والأخلاق الرفيعة في كل الأحوال. الرياضة هي الإدارة العاقلة لجسم الإنسان. يعني بعض الأشياء موجودة ولكن إن شاء الله نوصل لها. إن شاء الله إن شاء الله يتغير الحال ونوصل لها. يعطيكم الصحة. شكرا للضيوف الكرام على التحليل والنقاش اليوم لهذا الموضوع الشائك والشيق أيضا ولكن الطويل. شكرا للفريق العام معنا والذي قاده الزميل المخرج يزيد بلكوت، ساعده بلال. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. نلتقي بألف خير إن شاء الله غدا، كلام آخر في البرنامج الرياضي الشوط الثالث. إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.